انا اه انا نعطيك هذا هو مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا مازال متبعين السيد اللي توفى او الشاب اللي توفى في ظروف غامضة، اللي اختفى هذه دابا سيمانة، والبارح مشينا عند الام ديالو، اليوم لقاوه مقتول للاسف الشديد. هذا الاخ ديالو الله يرحمه ويصبركم يا ربي. قولي لي شنو وقع بالضبط؟ ما خلينا حتى شي حاجه وقلبنا، وكيقول لك نهار حد الله جابوا له حكم رزقه 8 بزاف. دابا نمشي نسولنا قال لك حدا دارك سيده السرحان، ومن لقاو لها بريده ديال تما سيفطوه هنا لكازا، ومن سيفطوه لكازا ما سيفطوه معاه حتى شي ورقه بدون هويه. علاش؟ تطلع نحنا درنا البحث ديالنا، عاود عرفنا بان الموتور والوراق ولاكارت باقيين عندهم. ملي درك سيده يقولوا لك سيده، وحالتك سيده ما بيناش عليها اختك سيده. سيده اي واحد دابا راه حنا في اللايف، واش سيده كيكون بنادم مجروح ولا ما مجروحش؟ ضروري كيكون مهرود. هذا مهرود ما والو، كله مفرقع في راسه، امو عاشت مضروب في حجره. يقول لك اختي شي حاجه، راه تشتي كل شيء بعين. عرفتي شي حاجه ما غنزيدو فيها ونكتبو فيها. اولا غنغدو معنا شبل. علاش السلطات ديال الامن علاش ما وصلوش لينا الميساج؟ وانا نعرفو عليه. امتى لقيتوه مقتول؟ امتى لقيتوه مقتول؟ قالك نهار 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 الحد في الصباح. قالك جابوه لينا حنا نهار الحد في الصباح. نهار الحد في الصباح ما خلينا لا حتى شي بلاصه ما مشينا لها. قلبنا في جميع البلاد، قلب بنادم ميت، كنقول لهم ماشي هو. علاش هذا اليوم عريت له وجهه وقلت لهم هو؟ والريحه ديالو بدات كتخناس عباد الله، الريحه ديالو بدات كتخناس. اقولوا لي باش تحسوا انتوما راني حسانه، باش ما حكمتوش عليا انتوما انا ندير. اختي هادشي راه بزاف، راه حشومه والله، تحشومه بالله والله ياخذ الحق. قلتي لي بانه دايرينو برا، مخرجينو برا، ما مدخلينوش لداخل. ما مدخلينوش فريكو، خلينو على برا. هادشي كلشي انتوما دخلتو، انتوما كتكتبو هادشي كامل اللي كيشوف فيكم. خلينو على برا، الريحه كتسامح ما لقيتو خان. واخا شفرو لي شي حاجه، قلنا التفاصيل ديال فاش لقاو. دابا فاش لقاو قالك حكا عندنا الموطور، عندنا الوراق، ومن عندكم موطور الوراق. اش مالي راني شفت الدار الحمراء، الدار الحمراء انتوما محسوب على المواصل، راه ندوز الدار الحمراء. ملي لقيتو لاكارت ديالو البيضاء حي حساني، ديكلارو الدار الحمراء. شحال كاين ديكلاراسيو في اي بلاصه؟ انتوما الشكوك ديالكم ما كتقولش بانها اكسيده؟ ماشي اكسيده يا اختي، ما كتقولش اكسيده. مقتول نضرب فيها انت تكون الطيارات اللي كانت اكسيده راه عادي. سيدة خوت ملي كطيحو واش كتهردو ولا ما كتهردوش؟ انا ما كيتشحرال كيتشحرش هكا الهضره هي 11 قبل هادشي اخويا. بنادم ملي كيدير سيدة الله يسر كيتهرد، واخا يكون ما عرفتش علاش راك موطور كطيح كتهرد. هادي طيحه ما كايناش ديال الموطور، كله من الفوق علبناه. هاد الموطور ضروري غيتهرد من شي بلاصه. ضرابي ديال جناوة هادي، شي ضرابي ديال يعني بقاو كيخطاو فيه بالزراوط الراس ضربوه الحجر. هادشي اللي كاين وراقيه وداك الشيء لقيتوهم؟ باقي ما خدينا والو، باقي نقول لك حكا والو يلاه لقاو في عند الجوندار. ما انتم مازال ما تستلمتو حتى شي حاجه؟ ما تستلمنا حتى شي حاجه لحد الان، باقي ما شافوهوش. في الوراق لقاو في سيدر حال في لابريكاد في سيدر حال. قالك حنا عندنا الوراق وعندنا لاكارت، ولا سيفطوا مجهول خشي مين وصلوا لابريكاد؟ جابوا مليهم الزنقه جابوا انا غير باش كنا وصلنا مات وراق لابريكاد. انا لابريكاد تلقاتو علاش ما راهو داتوش؟ وانا نعرفو علاش حشومه شي كيطيح. واش على الاقل يا روندي شمو ترتاح؟ حنا ما مرتاحينش من النهار الاول، ما مرتاحينش. نقولوا واقع على شي حاجه، ملي كنمشي عند المخزن كنقول له واقع على شي حاجه، كيقول لك سير 48 ساعة. كيفاش سير هذيك 48 ساعة؟ ديالاش هذيك 48 ساعة؟ عاودتي ديكلاري شي المخزن ما دايرش خدمته من الاخر اختي. اصلا
مني بانت القشيله ديال الدره ديال الاسف. واخا شو الطلب ديالك اليوم؟ المشاكل والصداع ما دواو ما داروا حتى شي حاجه وهي قتل اخرين. شو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالنا هو المغموطه. شنو بقى لنا تحالي بالي الاساس علاش؟ ما بغيتش حل. لا بغينا نعرفوا الاساس علاش اخويا هذا السيد قالوا مقتول في الغابه لايحين وخدار بوعزه في الغابه هادشي اللي بغينا نعرفوا. واخا شو الطلب ديالك؟ الطلب ديالنا هو نعرفوا هذا هو طالب ديالك، هذا هو طالبنا بغينا حقنا انك تقري. هانت اخويا قول لي شو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالي هو نعرفوا الجزيرة ديال البحشادة، نعرفوا شنو هو السبب، يا اما يقولوا لنا كسيدة. انت بغيتي تعرف بغيتي حق خوك. تبارك الله عليك. ولا باساس وتاخذ العدالة المزرعية. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر وإن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.